إيماني، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اليوم ومع حلقة من برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقبول والسداد، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأود أن أبدأ هذا اللقاء بتوجيه نصيحة إلى إخواني في اللجنة التأسيسية للدستور، فأقول لهم: عليكم بتقوى الله تبارك وتعالى والعمل على ما يرضيه سبحانه وتعالى جل في علاه، وسن القواعد والقرارات والقوانين التي يستفيد منها الشعب وتستفيد منها البلاد، بما لا يتعارض مع شريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهي مسألة مهمة للغاية، ينبغي على العباد جميعا ألا يظهروا أي لون من ألوان المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأيضا ألا يبيتوا في قلوبهم وألا يفكروا بعقولهم في أمر يتعارض مع شرع رب العالمين سبحانه ومع عبادته التي خلق الله عز وجل العباد لأجلها. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أبو معاذ، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله جل وعلا أني أحبك في الله. أحبك الله، ذي أحبتني، جزاك الله خير، شكر الله لك. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، لدي أسئلة، وفي أول قبل الأسئلة أريد أن أستشيرك بارك الله فيك. تفضل. طبعا كتبت رسالة متواضعة عنونتها بعنوان مخالفات في البلاد تخالف شرع رب العباد. نعم. وكتبت فيها بعض المخالفات التي تتعلق، التي هي سائرة عندنا بين الرجال والنساء. نعم. كمصافحة المرأة الأجنبية إلى غير ذلك. فأنا أريد الآن أن أطبع هذه الرسالة وأنشرها، لكن قبل طبعها ونشرها وددت أن أستشيرك، ثم بقي لي أن أطلب منك أن تذكر لي بعض أدلة الاستئذان على غير المحارم وحتى على المحارم لأستشهد بها في هذه الرسالة أيضا. طيب، حاضر. أما عن الأسئلة، بارك الله فيك، السؤال الأول: إذا حلف الإنسان عدة مرات ولا يدري كم مرة حلف، 5 مرات أو 6 مرات، فكيف يؤدي اليمين؟ نعم. أما السؤال الثاني: فكيف يكفر إذا أخ يسأل كده يا شيخ يا أبا معاذ؟ نعم. الصواب فكيف يكفر كده ولا لا؟ نعم، فكيف يكفر على يمينه؟ طيب. يعني لا يدري كم من مرة حلف. طيب. أما السؤال الثاني، نعم، هذا أخ يسأل يقول أنه قال لزوجته لما فعلت فعلا لا يقبله هو، قال لها: لو فعلت هذا الفعل مرة أخرى فاذهبي إلى بيت أبيك، وهو ينوي بكلامه التهديد فقط. نعم. يعني تهديدها. طيب، فهل عليه أو عليها شيء؟ حاضر. إن عاودت الفعل مرة أخرى، مع أني تعلمت منكم أن هذه المسائل يجب أن يسأل فيها السائل بنفسه. نعم. لكن هذا لا يتمكن أن يسألكم بنفسه. طيب. أما السؤال الأخير، نعم، بارك الله فيك، ما حكم الصلاة وراء إمام لا يحسن قراءة الفاتحة أو بعض السور، كأن يضع الهمزة فوق الألف في قوله جل وعلا إياك نعبد ويقرأها إياك نعبد، يعني يضع الهمزة فوق الألف، وكذلك يقرأ قول الله جل وعلا ولا الضالين ويقرأها ولا الضالين إلى آخره.
ثم طيب. ما حكم الصلاة خلف إمام يفعل أفعالا من أفعال الدجل والشعوذة؟ طيب وجزاك الله خيرا. شكرا الله لك. الله يبارك فيك. أختنا أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، أنا عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول، أنا كنت حامل في شهرين. نعم. وسقطت، حصل إجهاض يعني. وبعدين كنا في أكثر رمضان. نعم. فبعدين كان الدم منقطع، يعني يجي يوم وينقطع يوم. نعم. فاليوم اللي كان بينقطع فيه كنت بصلي بغتسل وصلي. نعم. فأعيد الأيام دي من تاني، وبعدها كان بينزل تاني بعد ما كنت أغتسل. وكنت تصلين؟ إيه؟ كنت تصلين في هذه الفترة؟ اليوم اللي كان بينقطع عني كنت أغتسل وصلي. هذا السقط في هذه الأيام الأولى لا شيء فيه، ولا يترتب عليه شيء، الله يكرمك. إيه؟ لا يترتب عليه شيء، صلاتك صحيحة إن شاء الله. طيب. هات سؤالك الآخر. السؤال الثاني، أنا زكاة المال اللي طلعه، أنا ليا أخت يعني هتتجوز. نعم. ينفع لنا أجمع زكاة المال كله وأديه لها؟ أساعدها دي لأنهم يعني ظروفهم على قدها. طيب حاضر. طيب، وبقول لك يا شيخ، لو سمحت ادعوا لي بالذرية الصالحة. أستحلفك بالله أنت ادعوا لي بالذرية الصالحة. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك. حاضر. أخونا أبو معاذ من الإسكندرية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ دكتور الله يخليك. يا مرحبا. نشهد أن نحبك في الله. أحبك الله تعالى. بعد إذنك شيخنا، كنت في حالة وفاة من 100 كم يوم ودفنت الميت، وبعد ما دفنته في نفس المقابر يعني بعد منه بشوية في قبر لأحد أصدقائي وأقاربي. نعم. فقلت راح أزوره أو أقرأ له الفاتحة أو الدعاء. فناس قالوا لي لا، لا يجوز ولا ينفع. ما الحكم في ذلك شيخنا؟ وجزاكم الله طيب خير. طيب حاضر. أختنا أمة الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ عبد الله؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حالكم يا شيخ عبد الله؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. وإياك، الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. عندي سؤال، أنا أختي بتصلي مثلا في، طبعا احنا عارفين في قبل العصر 4 ركعات، ثم من صلاهم من وضب يعني عليهم كده دخل الجنة. فهل ممكن في، أنا سمعت من أحد صديقاتي يعني في بتصلي ممكن 2، فهل اي صح يعني اي صح؟ احنا عارفين هما 4 بس طبعا مش سنه العصر. طيب. هي بس 4 ركعات يعني، فارجو بس القول الفصل يعني في الامر ده. حاضر. ربنا يبارك فيك. حاضر. ونسالكم الدعاء يا شيخ، ربنا يبارك فيك. اختنا ام محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، زوج حلف عليا بحلف ان هو مش هيدخل الشيء ده او مش هيشتريه ويدخله البيت، ماشي؟ نعم. ف جه دلوقتي وقال لي احسن اشتريه بدالي عشان يعني حلف بالطلاق. اشتريه وناكله منه عادي ولا اليمين ده يمشي؟ الله يبارك فيك. انا اود ان انا اسمع منه ماذا قال، واساله في بعض الاسئله، وبعدين اود ان اقول فقط من باب الفائده، لما يقول لك اشتري انت مكاني والمال من ماله، هذا لون من الوان التحايل. يعني هو في على واقع الامر يعد هو الذي اشترى والذي دفع المال وهو الذي اعطاك المال وغير ذلك. يعني كونه يقول لك اشتري انت مكاني، هذا ليس مخرجا، وانما المخرج احنا نعرف ماذا قال وماذا يريد. فليسال احدا من اهل العلم عندكم ممن يثق في علمه ودينه ويفتيه بالحق ان شاء الله. طب الايه اللي بتقول حضرتك وان اللي هي بتاعت وان لمستم النساء ديت، عايزه الايه بتاعت وان لمستم النساء او لمستم النساء او لمستم النساء، عايزه شرح بتاعها حضرتك. طيب حاضر، شكرا يا شيخ. اخونا ابراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك شيخنا؟ يا مرحبا. الله يحبك في الله يا شيخنا ان شاء الله. حبك الله حطنا له. ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله يا رب العالمين. الله يكرمك ويبارك وينفعنا بعلمك يا رب. الله يجزيك خير. والله توفى اخ من السودان منذ يومين كده ان شاء الله، واثناء الغسل اتصلنا باهله في السودان، قال يدفنوه في القاهره. نعم. فدفناه في ما في في مقابر الجمعيه الشرعيه ان شاء الله. نعم. لكن والدته كانت عايزه يعني تدعي له او مثلا، فالاخوه حطوا الموبايل اثناء الغسل على ودنه، فهل هذا جائز يعني او مثلا يصل الكلام او يصل الدعاء؟ طيب حاضر. اتصلوا بوالدته من السودان وحطوا اثناء الغسل، حطوا هي وبنت حطوا التليفون الهاتف على اذنه يعني.
طيب حاضر، جزاكم الله خير إن شاء الله. الله يكرمك. طيب يعني أكتفي الآن بما وصل إلي من أسئلة، على أمل إن شاء الله تعالى أن نتلقى منكم أسئلة أخرى بعد الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن. الحقيقة افتتح معنا اليوم هذا اللقاء أخونا من الجزائر أبو معاذ حفظه الله تبارك وتعالى، وكان طلب مني رقم الهاتف وأعطيته إياه، وكلفت إخواني في غرفة التحكم الكنترول إن هم يعطوه رقم هاتفي، فإن كان رقم هاتفي عنده فليته يعني يرسل إلي إيميلا رقم إيميله أو عنوان البريد الإلكتروني له حتى أتواصل معه عبر الإيميل وأشرف بأن أشاهد رسالته التي كتبها في ذلك، وإن كانت هناك حاجة إلى إضافة شيء أو ما إلى ذلك أفعله له إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن مثل هذا العمل فيه خير ونفع عميم، ونحن نسعى ونسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا دائما في مثل التعرض لأطروحات أو لبحوث جيدة تتناسب مع طبيعة العصر وتلبي احتياجات الناس. عنوان الرسالة التي يعني كتبها أخونا أبو معاذ جيدة، مخالفات في البلاد تخالف شرع رب العباد، لا شك أن مثل ذلك يحتاج إلى لون من ألوان التدقيق والمراجعة واستعراض وبسط الأدلة ليكون لها قبول عند الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن رقم هاتفي لدي فبإمكانه لو أرسل على موقع القناة رقم هاتفه هو وكتب بأنه يود ويرغب أن يكون هذا الهاتف لدي حتى أتواصل معه وأرسل له البريد الإلكتروني لي حتى يرسل إلي هذا البحث عبر البريد الإلكتروني، فيكون هذا حسن إن شاء الله تعالى، وأنا أسعد بمثل هذا التواصل. أما عن سؤاله الذي طلبه بعد ذلك يقول: إذا حلف الإنسان عدة مرات ولا يدري كم حلف، هل يا ترى حلف 5 مرات أو 6 مرات كيف يكفر؟ الحقيقة الذي أراه راجحا من أقوال أهل العلم، إن حلف على شيء واحد عدة مرات ولم يكن قد كفر عن أحد هذه الأيمانات فليكفر كفارة واحدة عن كل يمين سبق. ليه؟ لاتحاد الوجهة، لاتحاد الوجهة. يعني إنسان حلف على شيء واحد مرة ثم جاء بعد الآن، ثم جاء بعد المغرب أو العشاء حلف مرة ثانية، ثم جاء في اليوم الثاني أو الثالث حلف أيضا مرة ثالثة على نفس القضية ولم يكن قد كفر، فالراجح في هذا والله أعلم أن يكفر مرة واحدة عن هذه الأيمانات. أما إن كانت الأيمان على أشياء مختلفة، يعني حلف على أشياء متعددة مختلفة متباينة ليست شيئا واحدا، فهو عليه ولا يعرفها، عليه أن يجتهد قدر الطاقة والاستطاعة وأن يكفر عن كل يمين كفارة مستقلة. هو يقول نسي، أقول يجتهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كانت لديه سعة يأخذ بالأحوط. يعني مثلا يقول أنا يعني شاكك هل أنا حلفت 4 أيمانات أو 5 أيمانات، نقول خليها 5 إن كان عندك إمكانية واستعداد أن تكفر 5 مرات عن 5 أيمانات. أما الأخ اللي يسأل ويقول لزوجه لو فعلت هذا الفعل تذهب إلى بيت أبيك، قال وهو ينوي التهديد، جزاه الله خير أخونا أبو معاذ، يعني عنده لون من ألوان الفقه، يقول بأن هذه المسائل يعني أرى بأن الشخص صاحبها يسأل هو عنها، ولكن ديت هنا في قاعدة أود أن أذكرها لإخوان المشاهدين ومن باب الفائدة. يا إخواني يا أبا معاذ جزاك الله خيرا، صريح لفظ الطلاق يقع به الطلاق لو كان ينويه، يعني لو قال الرجل هنا لزوجه هذا يعني طلاق معلق على شرط، لو فعلت هذا الفعل مثلا تذهبي إلى بيت أبيك، إن أراد الطلاق إن فعلت، لأن ده صريح ده كناية أو لفظ كناية عن الطلاق ليس صريحا في الطلاق، يعني لو قال لها لو فعلت هذا الفعل فأنت طالق فهذا صريح لفظ الطلاق،
طالما ناوي تطلق بذلك المرأة، تطلق بذلك المرأة. إنما لو جاء بعبارة أخرى تحتمل الطلاق وأيضا تحتمل غيره كما ذكر، أنا أريد التهديد، ده لفظ بنسميه كناية من ألفاظ الكناية، فيرجع فيه إلى قصده وإلى إيه وإلى إرادته. فإن كان لا يريد الطلاق فهو لا يريد الطلاق، وبالتالي لا تطلق المرأة على يعني أقوال أو على بعض أقوال أهل العلم، ولكنه يكفر كفارة يمين، لأن ده طلاق معلق على شرط، والبعد عن مثل هذا أولى، لأن بعض الفقهاء يرى بأن المرأة تطلق بذلك، فيجب على الرجل أن يبتعد عن هذه الألفاظ. الإمام الذي لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب، ولأني درست يعني دراسة في بداية الطلب في الفقه على مذهب الشافعية، أذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول بأن الذي يلحن في الفاتحة لحنا جليا، يعني كما ذكرت أنت الآن، لحن الجلي غير اللحن الخفي، لحن الجلي في نطق الكلمات وتشكيل العبارات تشكيل الآيات وغير ذلك، ده اسمه لحن جلي، بخلاف اللحن الخفي. اللحن الخفي اللي هو في أحكام التجويد كالمدة أو الغنة أو الإخفاء أو غير ذلك، ده نسميه لحن خفي. اللحن الجلي عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفي مذهب الشافعية تبطل به الصلاة في الفاتحة فحسب، في الفاتحة فحسب، على اعتبار أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وبالتالي الإمام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا لا يقدم للناس إماما، لا يقدم للناس إماما. الإمام أو الأمر الأول الذي يبيح للإمام أن يتقدم لإمامة المسلمين أن يكون قارئا للقرآن الكريم أولا، هذا على رأس الأمور المهمة. يؤم القوم، هذا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يؤم القوم أكبرهم أقرأهم لكتاب الله تعالى، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، إن استووا فأكبرهم سنا، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين ذلك، وعليه الشاهد من هذا أن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ويخطأ أخطاء جلية بها يتغير المعنى لا يتقدم إماما للصلاة ولا تصلح الصلاة خلفه. أما سؤال أخي أبي معاذ الأخير، حكم الصلاة خلف إمام يفعل أفعال من أفعال الدجل والشعوذة، مسألة تحتاج إلى تفصيل. أعمال الدجل والشعوذة الناس يتفاوتون فيها، فبعض الناس قد يخرجون والعياذ بالله تعالى عن الإسلام بفعل الدجل والشعوذة، وذلك إن كان يعبد الجن من دون الله أو يستعين بهم ويستغيث بهم أو يعني لا يرى دين الإسلام. بعض هؤلاء الدجالين يرون أن الأديان كلها صالحة وأنه يجوز للعبد أن يتعبد الله عز وجل بأي دين منها، وبعضهم يترك الصلاة، بل إن بعضهم قد يمزق المصحف ويلقيه في القاذورات والنجاسات وأماكن الخلاء وغير ذلك، لأنه بهذا الفعل يرضي الشيطان ويتقرب إلى الشياطين الذين يمدونه ببعض الأفعال أو الأقوال أو ما إلى ذلك. فالذي يصل إلى هذه المرحلة لا يصلى خلفه، الذي يصل إلى هذه الدرجة لا يصلى خلفه. أما لو كان إنسان مثلا يعني يضحك على الناس بأمور فيها خفة يد أو يزعم أنه يمكن أن يخدمهم بأمور ولا يتمكن من ذلك، وأعماله التي يأتي بها ليست قائمة على الدجل والخرافة وادعاء علم الغيب أو استخدام الشياطين وغير ذلك، فمثل هذا وإن كانت بدعته وإن كان هو مبتدع إلا أن بدعته أقل من السابق. فإن صلي خلفه فأرجو أن لا يكون بهذا بأس، ولكن الذي أود أن أركز عليه وأبينه الآن أن من يتقدم لإمامة المسلمين يجب أن يكون رجلا أمينا صالحا ورعا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. الإمامة منصب عظيم جدا،
وهي تتفاوت في إمامة في الصلاة، في إمامة على جماعة من المسلمين، في إمامة على أمير الأمة أو اللي هو حاكم المسلمين وما إلى ذلك. هذه الإمامة عموما مع اختلاف درجاتها يجب أن يرشح لها الأوفياء، يجب أن يرشح لها من كان أمينا صادقا زاهدا ورعا يخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه. وبهذه المناسبة يا ليت المسؤولين في وزارة الأوقاف المختلفة، وزارات الأوقاف المختلفة في البلاد الإسلامية تراعي هذا الجانب، وعند عقدها لاختبارات للمتقدمين لينالوا محل الإمامة، الإمامة عظيمة جدا، ده أهل توجيه وأهل نصح وأهل إرشاد، فيا ليت أيضا يجرى لهم مقابلات شخصية إلى جانب هذه الامتحانات التحريرية، لأن أيضا الشخصية ويعني طابعها العام قد يكون له أثر حسن إن شاء الله تعالى في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله تقول هل تعطي زكاة مالها لأختها وهي بحاجة إليه وستتزوج؟ زكاة المال اليوم نعمله الأصول والفروع، الأقارب إن كانوا يعني لهم ورثة يرثونهم فلا حرج في بقية الأقارب في أن يعطيهم الإنسان شيئا من زكاة ماله. ويعني تابعوا معي دقة العبارة، أقول شيئا ولا أقول بأن حتى لو أعطاه الكل حرام، لا، ليه؟ لأن بعض الناس بيستغل هذه الزكاة وإعطاها لقريب أيضا ليدفع عن نفسه مثلا تهمة البخل، أو ليقال عنه بأنه قام بالمساعدة وغير ذلك، وبالتالي يكون عنده شيء من التحيز بإعطاء زكاة ماله كله لواحد فقط أو لصنف واحد فقط. وقد يكون هناك من يسكن إلى جواره أو من يمد اليد إليه وهو بحاجة إلى شيء ولو يسير قليل من المال فيمنعه عنه لأنه يقدم لصاحبه أو لقريبه أو لصديقه لينال بذلك كلمة طيبة أو ثناء حسنا لدى الآخرين أو حتى ليرفع عن نفسه اللوم والعتاب. فانتبهوا لذلك، الأمر إن شاء الله تعالى جائز كما ذكرت، ولكن يعني الإنسان لا يغرق أو يعني لا يستغرق ماله كله لمثل هذه الحالة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أبو معاذ من الأسكندرية يقول بأنه كان قريب في حالة وفاة بيدفنوها، بعدين دفنت الميت، بعدين في واحد قريب لنا وقبره قريب بجوار هذا الميت فذهبت لزيارته. البعض قال هذا لا يجوز. أنا في الحقيقة سبق قبل عدة سنوات أن سمعت مثل هذه الكلمات من بعض الناس، وهذا كله لا أصل له. إنسان إذا ذهب المقابر لا حرج لدفن شخص أو للسلام وزيارة شخص مثلا، فلا حرج في أن يزور من يحب ومن يشاء وأن يسلم على هؤلاء الموتى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أهل البقيع، وكان يذهب أيضا لزيارة شهداء أحد ويسلم عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إضافة إلى هذا أيضا كنت سمعت بل يعني تحدثت مع رجل جاء من مكان بعيد ليشهد جنازة لقريب له، فلما دعاه بعض الناس ليذهب إلى بيته فقال لا، ما ينفعش يكون أنا جاي لأدفن شخص ثم أذهب لأزور أحدا حتى من أهلي أو من أقاربي. يعني ربما يزعم في نفسه إن الناس قد تتشائم من هذا أو ما إلى كل هذا. يا إخواني لا أصل له، هذه عادات عند الناس يجب أن ننقطع عنها، لا أصل لها في الشرع أبدا. أختنا أمة الله تقول بأن أختها تصلي قبل العصر 4 ركعات وبعضها قال لا أصلي الركعتين. الحمد لله الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، وقد ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4 وقد حسنه بعض أهل العلم. وهذه على كل حال من النوافل التي غير مؤكدة أو ليست من السنن الراتبة، يعني اللي هي إيه نراها أنها مؤكدة أو لازمة للصلوات وفيها أجر عظيم لمن فعلها. أما لو صلى قبل العصر 2 ركعتين أو صلى 4 ركعات الأمر في هذا فيه سعة إن شاء الله تعالى، ولكن لو صلي 4 ركعات هذا أفضل وأولى وأحسن، ولو لم يصلي بالكلية فلا حرج عليه في ذلك. إنما الصلاة
الراتبة هي التي يعني نحن نحث عليها ونذكر أنفسنا بها وندعو إليها، وهي ركعتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر تصبح ثماني ركعات، ركعتان بعد المغرب تصبح عشر ركعات، ركعتان بعد العشاء تصبح 12 ركعة. أنا أجبت أختنا أم محمد على سؤالها الأول اللي قالت بأن زوجها قال لها أنا لن أدخل هذا الشيء في البيت، وبعدين لما أراد أن يدخلها قال اشتريه أنت وأدخليه. هذا لون من ألوان التحايل كما ذكرت. هي بتسأل إيه معنى قول الله تعالى أو لمستم النساء. الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد باللمس هنا ليس مجرد لمس المرأة فقط، وإنما المراد به جماع المرأة. آخر سؤال معي هنا الآن أخونا إبراهيم من القاهرة، يقول توفي أخ لنا من السودان منذ يومين، قال ودفناه في القاهرة، وبعدين والدته لما علمت رغبت في أن تكلمه ميت، فاتصلت بالهاتف المحمول وإحنا وضعنا أثناء الغسل هذا الهاتف على أذني. أقول رحم الله تبارك وتعالى هذا الأخ الذي مات من بلدة عزيزة شقيقة علينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله عنده وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزل لأهله الأجر والمثوبة لفقده وفراقه، وأن يرزق أمه الصبر على هذا الفراق. ثم يعني حقيقة هذه عاطفة أمومة تحركت في هذه الأم، وإلا فالابن لا يسمعها، الابن طبعا خرجت روحه من جسده فلا يسمعها ولا يتمكن من أن يكلمها ولا أن تكلمه ولا أن يخاطبها ولا أن تخاطبه، والروح لا ترد إلى الجسد إلا إذا وضع الميت في قبره لسؤال الملكين له، ثم بعد ذلك أيضا ترفع. وقد ثبتت النصوص الحديثية بهذا كما في حديث البراء بن عازب في مسند أحمد وغيره، وقد حسنه أو حسن هذا الحديث أهل العلم، بل عليه العمل عند أهل العلم. طيب أختنا أم عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، تفضلي. خيرا، الله يبارك فيك يا شيخ. عندي أنا من فرنسا أريد أن أسأل في مسألة النقاب، لأنه أنا انتقلت بفضل الله منذ تقريبا 4 سنوات. نعم. كان ذلك الفضل لكم ومشايخ مصر جزاهم الله خيرا عنا. فسبحان الله، يعني هنا في بعد يعني هو كما تعلمون يعني ممنوع، ف الحمد لله للخروج لا أخرج إلا للضرورة، لكن بعض المرات في أوراق أو أشياء في البلدية أو أشياء من هذا يجب أن يعني أن أخرج. نعم. فما الحكم في ذلك؟ السؤال الثاني يا شيخ، كذلك بالنسبة للأطفال، إذا وضعتهم في المدرسة مع العلم أن المدرسة ليست إسلامية، هل علي حرج إذا لم استطوع؟ إذا يعني لأن المدرسة يعني يجب أن نضعهم في المدرسة يعني حينما يبلغون السن السادسة. والسؤال الأخير يا شيخ، أنا مصابة بالمس، فأسألكم أن تدعون لي إن شاء الله بالشفاء. إن شاء الله بإذن الله. أنا سأجيبك إن شاء الله حول هذه القضية والإخوان في الغرب عموما. من؟ أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كان في تبرعات لمنها من بعض من البيت كده، يعني كان بنية خارج المستشفى الأورام. نعم. بس هي دلوقتي في واحدة بتربي في أيتام وعليها ديون، ينفع نديها التبرعات دي؟ انتوا طبعا يعني أخذتوها بنية إعطائها المستشفى، والمتبرع تبرع بهذه النية. لا بس احنا المتبرعين يعني من بيت واحد، احنا المتبرعين. انتوا المتبرعين؟ فاحنا قلنا دلوقتي نديها للديون دي، تسدد ديون. يعني انتم جمعتم المال وانتم المتبرعين فيما بينكم. ايوه. ولسه لم تدفعوا المال الى المستشفى؟ لا لسه. لا حرج الان اذا وافقتم على اعطاء هذا المال ليتيم يستحق، او ان تعطون هذا اليتيم جزءا يستحقه، فلا حرج في هذا، الامر عندكم. انا اخشى ان تكونوا قد جمعتم مالا من رجل او امراه لا تعرفونه. لا من بيت واحد. من بيت واحد، إذا استأذنوا أصحاب هذا المال وأعلموهم بأن هناك حاجة ربما تكون ملحة في أمر آخر، ولا حرج في ذلك. بارك الله فيك. ماشي، شكرا. أختنا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. الله يجزاكم خير إن شاء الله. أنا عندي والدي يا شيخ كان عنده بيت 400 متر. نعم. وقسم البيت جزئين.
وعمل عليه مبنى مرتفع يعني زي عمارة يعني. وراح هو عمل الجزء التحت يعني الظروف المادية، وعمل الجزء الفوق شقتين، والجزء اللي الفوق الشقتين عمل لي زي مبايعة عشان أبنى عليه شقة أنا. فهو لما عمل المبايعة وعملنا التوكيل عند المحامي كتب إنه يعني بيعمل لي تنازل أو مبايعة للطابق الثاني والثالث اللي هو السطحي يعني. فأنا أخواني محترضين يعني شايفين إنه هذا خطأ. فأنا عايز أتأكد يعني هل هذا خطأ شرعا؟ صحيح هذا خطأ بارك الله فيك، لأن بقية إخوانك لهم حق في هذه المنفعة، أنت تنتفعين من أمر هو يعود عليكم جميعا، وأنت لست بأولى من إخوانك من هذا النفع أو من هذه الفائدة. ولكن المخرج من ذلك إن أنتم إن كنت يعني يوافق الإخوة أو الورثة جميعا على أن تستفيدي أنت وتنتفع مقابل أن يرد إليهم شيء من المال أو أن يعطون شيء من المال، لأن لهم حق في ذلك، فلا حرج في هذا. أما وأنه لم يعطى أحد إلا أنت، فما الذي يميزك عن إخوانك؟ طيب ما هي طيب البنت يعني بنيتها أنا على الحساب يعني. على كل حال إذا قدري شيئا، قدري شيئا من المال يرجع فيه إلى هؤلاء الإخوة بارك الله فيك، يعني تعطيهم. وإن كنت تؤجرين هذه العين فأيضا اقسمي لهم شيئا من الدخل، لأن الأرض الآن أنت إذا بنيتي تحتاجين إلى شراء أرض، وتحتاجين إلى وضع أساسات، فأنت قد أعفيتي من ذلك من الأرض ومن وضع، أنت بنيتي كأنك بنيتي على شيء يعني كلفك 50% أو قريبا منها، وهذا الفائدة هي في الحقيقة ليست لك خاصة، وإنما هي لبقية الإيه؟ حتى لو أنا شرائت آه طبعا هذه لبقية الورثة، يعني أنت لست بأحسن حالا من هؤلاء. فعلى كل حال أما وقد وقع وقد تم البناء، فالتراضي في مثل هذه الحالة أمر مطلوب، التراضي فيما بينكم، يعني أنت تعطيهم شيئا من المال مقابل هذه المنفعة ولا حرج. أبوي يعني ها؟ أنا مشتريتها من أبوي أصلا، فأنا أعطيهم شيئا من المال ولا أعطي للوالد؟ هو الوالد هو الآن صاحب العين الوالد، وطالما أيوة أنت أخذت الوالد أيوة ولا أخذتها منه مقابل يعني، أنت أخذت مقابل، ولكن هو خرج الآن من الوالد إلى شخصية أخرى تملكت. طيب. والإخوة لهم حق فيما تملكتيه بارك الله فيك، فأنتم تجلسون مع الوالد تعطيه المال على أن يعطيها لبقية هؤلاء الورثة الآن حتى يكتب لك، وتبرأ الذمة بهذا إن شاء الله. إن شاء الله يجزاك الله خير. وإياك بارك الله فيك. أختنا أم هشام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ أنا عندي إخواتي بيني وبينهم يعني شوية في المرات، لما طلبت على حقي زعلانين مني ومخاف مني بقالهم 3 سنين، ولما بكلمه وعد أقول له السلام عليكم ما بيردش، يعني أنا أعمل إيه دلوقتي؟ خلاص نوجه لهم نصيحة وللأمة عموما. حاضر. كل ما أقول له كل ما أكلمه وأطالب بحق يقول لي أنت اتجوزتي وإحنا لسه ما اتجوزناه. طب أنا ذنبي إيه؟ واحد مش عاوز يتجوز مثلا، ده خش في 50 سنة وأنا عيالي كبار مش راضي يديني حقي، بيقول لي البنات مالهمش. يا ليت إخواننا المشاهدين يستمعون إلى مثل هذا. حاضر أنا سأتحدث. حاضر يا أم هشام. حاضر أختنا أمة الله من تونس السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. أريد أن أسألك يا شيخ، حين نبدأ في حين نكون في الفصل ندرس ويأتي وقت الصلاة، نعم، فهل يعني معناها معناها نقوم للصلاة معناها ونقص عن الدراسة أم نواصل؟ وأن جزاك الله خيرا. حاضر أنا سأتكلم في هذا الموضوع الآن، وأنا كنت أتكلم به قبل قليل. نعم. حكم السفر بدون محرم بارك الله فيك. حكم السفر بدون محرم. السفر بدون محرم في داخل البلد ولا خارج البلد؟ داخل البلد. طيب حاضر سأتحدث. حاضر حاضر. الأخت نهى السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. معلش أنا أسف على الإزعاج، بس أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. هو أنا علاقتي بوالدي سيئة جدا، وهو متجوز وعندي أخ عنده 3 سنين وبيتعامل معايا بمعاملة رغم أن أنا يمكن كنت هو متزوج غير الوالدة؟
أنا والدتي مرضت وتوفت لسه من 7 شهور. نعم. فبعد ما توفت أنا قربت ربنا جدا الحمد لله ورضي عني. نعم. تمام. دلوقتي أنا معاملة والدي هي حاسة اللي هتدخلني النار. يعني هو ما بيتعاملش معايا بما يرضي الله. نعم. فحضرتك بعد إذنك يعني أرجو رسالة تقولها لي. حاضر. جزاك الله كل خير. حاضر. السلام عليكم. القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا عبد الله؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجازيك عنا خير الجزاء يا رب. انا بس عندي سؤال يا شيخ. يعني عمه اخو بابا الله يرحمه حط لنا فلوس في البنك الاهلي المصري، ويعني الفلوس طبعا عليها ارباح وكده. فالمبلغ ماما يعني عرفت من كام يوم ان هو عليه ارباح شرف 1000 وكام. فماما مش عارفة نعمل يعني. ماما بتقولي هل محمد أخويا في معهد، ويعني هل يعني الفلوس دي تنفعها مصاريف يعني، عشان طبعا المعهد يعني مصاريفه كبيرة وكده، أو هل يجوز مثلا نجهز منها مثلا في الجهاز أو كده بس. فلأني موضوع الأرباح ده معروف إن هو يعني مش صح، فمش عارفين إحنا نعمل إيه في الفلوس دي بس. وفي بس سؤال تاني، هو أنا بس عايز أعرف حاجة. يعني الإنسان لما يتوفى الروح طبعا بترد للجسد في القبر. فهل يعني في ناس بتقول إن كل خميس وجمعة الروح بتبقى في الجسد في القبر وندعي وكده وكده ده. فأنا مش عارفة يعني هل ده صحيح. طيب هي وهل الروح لما بتطلع عند ربنا خلاص بتطلع مش بترجع تاني للجسد ولا مش عارف. طيب حاضر. وجزاك الله خيرا يا شيخ. أخونا ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ كيف حالك؟ لو سمحت يا ياسر وطي التلفزيون شوية الله يكرمك. حاضر. وطي التلفزيون يا شيماء. تفضل. أنا عم الشيخ. تفضل يا ياسر. الله يخليك ربنا يخليك. بقول لك الدعاء المستحب او القران القراني المستحب للمتوفي. ايه الدعاء يعني المستحب للمتوفي او الايه القران وكده يعني. طيب حاضر. شكرا يا عم الشيخ بارك الله فيك. ان حبك في الله. احبك الله حتى الله يحفظك الله يكرمك. اخ فيصل من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد ان اعرف. الو. تفضل اسمعك. تفضل. اريد ان اعرف عورة الرجل اثناء الصلاة. حاضر. هل هي نفسها عورة الرجل خارج اثناء الصلاة او حاضر. نفسها لان لا نعرف ان عورة الرجل من الركبة من أسفل إلى الصلبة. طيب حاضر. هل أثناء الصلاة هل طيب حاضر. طيب أتولى الآن الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن. والحقيقة أول سؤال أجيب عليه بعد إجابتي على الأسئلة السابقة هي كلمة عامة عموما لمن يعيشون في غير بلاد المسلمين. حقيقة أنا ربما زرت بعض البلاد التي فيها أقلية مسلمة، أقول أقلية، والغالب على أهلها الكفر والعياذ بالله تعالى. حقيقة يعني أنا لا أبيح لنفسي ولا لغيري أن يقيم في هذه البلاد أحد في هذه البلاد دون حاجة داعية إلى مثل ذلك. هذه الأماكن التي تمتلئ بكثير من اللهو واللعب والفجور، وربما الحرب على ثوابت الدين الإسلامي الذي ندين لله تبارك وتعالى به. يكفي أن يعني بعض هذه البلاد قد زرتها، وأصحابي الذين استقبلوني من المسلمين وكنت رايح مؤتمر وجدتهم في الفندق، وكنا في يعني طابق ربما يصل إلى 30 أو ما إلى ذلك، معهم سجادة، قالوا هذه السجادة وهذه القبلة عشان تصلي، ما فيش مكان قريب يمكن أن أصلي فيه، لا أسمع أذانا، وكتبوا مواقيت الصلوات. هذه حياة يعني أنا أراها غير طبيعية. وبالتالي أختنا الآن تقول أنا لا أستطيع أن أنا أخرج في فرنسا بالنقاب. ما الذي يلجئنا إلى مثل هذا الأمر
ويجعلنا نقيم في بلد تضغط علينا مثل هذه الضغوط. تسأل تقول أولادي الآن هم بدأوا في سن لنلحقهم بالمدارس، هذه مدارس أيضا مدارس ضيعة تماما، لا تعرف شيئا من الخلق أو الأدب أو الدين أو الاعتقاد الصحيح أو مكارم الأخلاق أو ما إلى ذلك. أذكر في بعض البلاد ركبت مع أخ لنا ورجل يعني أحسبه من أهل الخير، وكان له حوالي 15 عاما يقيم في هذه البلد، ويشكو لي من الجفاف الإيماني الموجود عند أولاده، رغم أن ظاهره وسمته طيب وحبه للدين وتمسكه به ظاهر. فلما تحدثت معه وقلت له لابد أن أنت يعني تكون لك وقفة مع هؤلاء الأولاد، تحببهم في الشرع، تدفعهم إلى التمسك بالدين، تعلمهم الكتاب والسنة حتى في داخل البيت، تصطحبهم معك إلى المساجد، قال أنا لا أتمكن أبدا من هذا، حتى في يوم الجمعة لا يصلون الجمعة ولا يشهدون الجماعات. لماذا؟ لأن هناك عمل يوم الجمعة فما أستطيعش أن نأخذ أولاد، الإجازة هناك السبت والأحد، فأنا طبعا مضطر إلى مثل ذلك. أنا أقول يا إخواني، لعل البعض يسمعني، ما الذي يضطر له الإنسان أو ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يقيم في مثل هذه الديار وفي بلده سعة وغنية، في بلده الإسلامي الذي يسمع فيه الأذان ويردد فيه القرآن ويعبد ربه الرحمن ولا يجد مضايقات تقف أمامه في مثل هذه المسائل والأمور؟ ما الذي يدفعنا لمثل ذلك؟ حقيقة المسألة فيها تفصيلات دقيقة عند أهل العلم في مسألة حكم الإقامة بين ظهراني المشركين، وإن كان القول العام الذي أذكره الآن لا يقيم الإنسان بين ظهراني المشركين إلا لحاجة ضرورية داعية دافعة إلى ذلك، وإذا اضطر الإنسان عليه أن يحافظ على دينه. يعني مسألة إعطاء الرخص في مثل هذا أو التنازل، إحنا الآن النهاردة بنشكو من التنازل الموجود عند بعض الناس في بعض القضايا، لا، إحنا لازم نحن نأخذ أنفسنا بالعزيمة، نتمسك بهذا الدين. تربية النشأ في مثل هذه البلاد على خطر عظيم جدا، يعني ربما الناس اللي سافروا إلى هذه الديار قبل 10 أو 20 سنة وسافروا مسلمين تربوا في بيئة إسلامية، حال أولادهم لا شك سيكون مختلفا كثيرا. يعني لا أخفي عليكم، قبل تقريبا 15 عاما التقيت برجل قادم من إحدى البلاد الأوروبية معتمرا هو وزوجه، وجلست معه عند بعض الإخوة الأصدقاء، وهو متزوج من قبل 30 عاما ولم ينجب. فلما سألت قال أنا اتفقت مع زوجي وأنا معي جنسية في هذه البلاد منذ أن تزوجنا وعندي جنسية، أنني لا أنجب في هذه البلاد لأن هذه البلاد لا يصلح فيها أن نربي أطفالنا. يا أخي ما الذي يدفعك إلى مثل ذلك؟ تقطع نسلك ولا تحقق الهدف العام من الزواج، وتحرم نفسك من زينة الحياة الدنيا وما امتن الله عز وجل به على العباد من الذرية الصالحة، وده من فضل الله عز وجل أن يجعل لهؤلاء الأزواج بنين وأن يجعل لهم حفدة وغير ذلك. يا ما الذي يدفعه إلى مثل هذا؟ ثم في النهاية قابلته بعد عام أو عامين فقال لي أنه يفكر أن يرجع إلى بلده وأن يعيش فيها لأن ضاقت نفسه بالإقامة في مثل هذه الديار وأصبح وحيدا، إن مرض لا يجد من يقف إلى جواره، وإن تعبت زوجه لا تجد من يمسح لها رأسا أو يقدم لها شيئا أو ما إلى ذلك. يعني الشاهد إن هذا الرجل منع نفسه أو اتخذ من الأسباب والوسائل التي تقطع عنه الإنجاب لأنه مقيم في بلد لا يتمكن أن يربي أولاده على الحق والخير. الأطفال في مثل هذه البيئة أعتقد أن هويتهم تذوب، وأنه ليس من المصلحة الإيمانية ولا الشخصية ولا النفسية ولا الاستقامة أو السعادة أن يعيش الإنسان في مثل هذه الديار. فأناشد من ابتلي بالإقامة بين ظهراني المشركين دون حاجة إلى ذلك أن يعود على الفور، وما يقولش واحد والله أنا مش لاقي شغل، لا، ده أنت لو عملت في بلدك بقدر ما تجد رغيف خبز أو رغيفا تسد به رمقك فاكتفي بذلك وربي سيبارك لك فيه.
وإن دعتك حاجة إلى ذلك فكن على قدر الحاجة والضرورة، بارك الله فيك، ولكن مع كل ذلك يجب التمسك بالدين والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وعدم التنازل عن ثوابت هذا الدين الذي أكرمنا به رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولنكرر معا قول الله تبارك وتعالى فيما ذكره عن أهل الإيمان: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أختنا أم هشام ذكرت قضية ومسألة اجتماعية مشهورة ومنتشرة في بلادنا في القرى والنزوع بصورة خاصة، وأنا لفت النظر وهي تتكلم، لفت نظر المشاهدين، اسمعوا إلى هذا الكلام. تقول: إخواني، أنا بيني وبين إخواني مشاحنات وزعل وغضب من أجل الميراث، بل تقول كما ذكرت: تلقي عليهم السلام فلا يردون عليها السلام ولا يكلموه لأنها تطالب بحقها في الميراث، ويظهر أن الحق ده قديم لأن قالت: عمري 50 سنة وعندي أولاد كبار. أنا لا أعرف، والأمة الآن نحن ندعوها إلى عودة صادقة إلى الله تبارك وتعالى، أن يقف بعض العباد أمام شريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني ألا نخاف من الله عز وجل؟ شريعة الله، حدود الله تبارك وتعالى التي أنزلها الله في القرآن الكريم وبيانها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، إلى متى سنظل نتجاهل عن عمد هذه التشريعات الربانية والأوامر الإلهية التي بها يصلح الله عز وجل المجتمعات؟ رب العباد سبحانه وتعالى بعدما شرع الميراث وذكر آيتين متتاليتين في سورة النساء نهى عن أن نتعدى حدود ربه، نهانا أن نتعدى حدوده سبحانه وتعالى جل في علاه، وأخبر أن الذي يتعدى هذه الحدود الأمر سيرجع عليه هو، فقد ظلم نفسه. يا عبد الله، عندما تتجاوز حدود الله عز وجل ولا تكون وقافا عند هذه الحدود الأمر يعود عليك أنت بالضرر، السلبية واقعة عليك وليست واقعة على غيرك. ولماذا التمادي في مثل هذا؟ إن الإنسان سيعيش حياته كلها ذليل إذا لم يعظم شرع الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الذين يحرمون أحدا من الميراث يحادون الله ورسوله ويرفضون أوامر رب البرية ولا يرضون بما قسم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والأدهى من ذلك أن يتطاول الإنسان الباغي الذي يأخذ حق غيره فلا يكلمه أو لا يرد عليه السلام كما ذكرت، أو يأخذ منه جانبا كبيرا في اللجوء إلى القضاء والمحاكم والخصومات وغير ذلك. فهل من رجعة قريبة إلى الله عز وجل؟ أنا قبل يعني أشهر وأنا أتحدث وأتكلم وأخاطب إخواني: هلما نرجع إلى الله عز وجل؟ فلنقم جميعا كل واحد منا بوضع لبنة صالحة في هذا البناء كي يقوم هذا البناء على تقوى من الله تبارك وتعالى ورضوان. إن رجعنا إلى الله عز وجل بسطت لنا الأرزاق من كل جانب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان لا يظن أنه إذا أكل مال غيره أنه سيستغني بذلك. والله إن هؤلاء يلاحقهم الفخر بين أعينهم حتى ولو كان عندهم كثير من المال. الإنسان لما ينظر إلى حقارة هذه الدنيا ولا يتطلع إليها بغير حق أو يأخذ ما ليس له سيظل على الدوام فقيرا سائلا طامعا فيما عند غيره مادا يده على الدوام. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فيعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من كان لديه ميراث عليه أن يرده
ولقد تكلمت في هذا كثيرا ونبهت على هذا كثيرا ومرارا وتكرارا، وهنا يعني قلت كلمة لعل الله عز وجل ينفع بها إخواني المسلمين. أختنا أمة الله من تونس تقول بأنك إحنا كنا في الفصل وبيأتي وقت الصلاة بعدين نعمل إيه ما بنعرفش نصلي. الحقيقة قبل أن أخرج عليكم وكنا في اجتماع مع إخواني في مجلس الشورى تحدثت عن هذه القضية، وجاءت مناسبة هنا لأخاطب المسؤولين في كل موقع، قطاعات الحكومية، الصلاة الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين، يجب أن يكون في كل مكان، في كل قطاع، في كل مؤسسة مكان تؤدى فيه الصلاة ويرفع الأذان عند دخول وقت الصلاة. وعلى المسؤولين إتاحة جانب من الوقت أو إعطاء فرصة من الوقت لأداء الصلاة، ولا تكون 15 دقيقة ناس تتوضأ فيها وتصلي لله تبارك وتعالى. الصلاة من أعظم أركان الإسلام، اللي يحافظ على الصلاة فقد حافظ على دينه. الصلاة مناجاة بين العبد وربه، الصلاة إن شاء الله عز وجل تفرج بها الكربات وتقضى بها الحاجات، وهي من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها إلى رب الأرض والسماوات. فلنعظم هذه الشريعة العظيمة. أنادي المسؤولين في جامعات العالم الإسلامي كله ومدارسه ومعاهده وجميع قطاعات الدولة، في شركات الكهرباء أو البترول أو الأماكن العامة في الجوازات والشرطة والجيش وغير ذلك، تكون هناك فرصة لإقامة الصلاة. وقد سمعت ما يعني انشرح له صدري أني يعني وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبد الفتاح السيسي جزاه الله خيرا يعني سمح بأن تؤدى الصلاة في أوقاتها في معسكرات الجيش، وهذا الظن بمثله فهو رجل أحسبه على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. والله يا إخواني ربنا رب العباد سبحانه وتعالى سيصلح لنا أحوالنا، وستأتينا الأرزاق من كل مكان والسعة من كل مكان إذا قمنا بما فرض رب العباد سبحانه وتعالى علينا. على كل حال هي لا شك أعتبرها مصيبة وكارثة، المكان اللي يجتمع فيه المسلمين الذي يجتمع المسلمون فيه وبعدين يؤذن للصلاة، وكأن هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، لا يسمعون أذانا ولا يرددون كلمات ولا يقومون لله بالصلاة. وقد خلقنا الله لعبادته، كل الأعمال لا يمكن بحال أن تقف في جانب مخالف لشريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. من ابتلي بذلك فعليه أنه هو يتوضأ ويصلي في مكان حتى ولو كان بمفرده ولا يضيع الصلاة. سفر بدون محرم منهي عنه، لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومع هذه محرم، ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وده حفاظ الإسلام على المرأة، حفاظ من الإسلام على المرأة. أختنا نهى من القاهرة ذكرت أيضا مسألة اجتماعية ما نود أن تكون لها وجود في المجتمع، وأنا أعجب وحق لي أن أعجب وللمشاهدين والمشاهدات أيضا، أن يكون والد مثلا كما ذكرت علاقته سيئة بابنته، هي ذكرت هذا ليه؟ لأن يعني كما يقول العلماء الإسلام لفت نظر الأبناء إلى البر بالوالدين، ولكنه لم يتحدث إلا في القواعد العامة الكلية مع الآباء في البر بالأبناء. ليه؟ لأن دي عاطفة فطرية في النفس، عاطفة فطرية في النفس، فالإنسان يعجب لما يعامل الوالد ابنه أو ابنته معاملة سيئة لا تليق أو غير كريمة، أو أن الأم تعامل ابنتها معاملة غير كريمة وغير ذلك، وهذا نسمع به وقد يقع أحيانا، وإن كنت أرى أنه بقلة إن شاء الله تعالى. ولكن لابد من توجيه كلمة، لابد من توجيه كلمة في هذا المقام. أبناء العبد وبناته دول زهرة من زهرات الحياة الدنيا، هؤلاء يحملون اسم آبائهم، الرحمة الموجودة في داخل الإنسان وعاطفته تدفعه إلى رعاية أبنائه وأولاده.
الأولاد لهم حقوق على الآباء، حقوق تتعلق بالدين أولا، بأن يتربى الأبناء على الحق والخير والصلاح، وأن تقدم الخدمات التي يحتاج إليها الأبناء والبنات من رعاية سكنية ومن ملبس يتناسب معهم ومن تعليم ومن صحة ومن ترفيه يعني بريء يعني لا يتعارض ولا يتناقض مع الشرع وما إلى ذلك. دي كلها مسؤولية الآباء والأمهات، وعلى الجميع أن يقوم بهذه المسؤولية. اتقوا الله في أبنائكم. إذا كان لما يعني قدم رجل هدية لأحد أولاده ومنع الآخرين ورفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ثم قال أيسرك قال للرجل أن يكون لك في البر سواء؟ يعني أنت تكون مبسوط ويعني وسعيد ومسرور إن أولادك دول يكون لك في البر سواء؟ لا شك كل واحد منا يسر بهذا، بدل ما يبر واحد لا يبر اثنين وثلاثة وعشرة وغير ذلك. فيعني نعطي أبناءنا وأبناتنا شيء من الأهمية، من العلاقة الحسنة، العلاقة الطيبة، العلاقة الجيدة. ده الإسلام يدعو إلى التعامل الحسن مع كافة البشر ومع الأقربين بصورة خاصة، وأقرب الأقربين من كانوا من صلب الإنسان، دول أقرب الناس إليك، عصرتك، أولادك الذين يحملون اسمك. فيا ليت إخواننا ينتبهوا لذلك. أختنا أمة الله من القاهرة جزاها الله خير، محبة للخير وحريصة عليه، تقول بأن عمها وضع أموالهم في البنك، والبنك ده بيتعامل بالربا، في أرباح، تقول نعمل بيها إيه؟ هل إحنا بحاجة ندفع مصاريف لأخي في المدرسة أو في الجامعة؟ عندي أختي ممكن نجهزها نضع لها في الجهاز. يا أختي بارك الله فيك، هذا مال خبيث فلا تستفيدون منه، هذا يخرج في منافع عامة للمسلمين. وطالما أن عندكم مال في البنك فأغناكم الله عز وجل، خذوا من صلب هذا المال ما تحتاجون إليه، ثم إن شاء الله عز وجل إن اتقى العبد ربه في هذا المال وسع الله تبارك وتعالى عليه وفتح له أبوابا كثيرة من أبواب الخير. الربا ممحقة للبركة من نص القرآن الكريم، قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا باطل ولا يجوز التعامل معه، وأنا شخصيا لا أجيزه ولا أبيحه لأحد اليوم. ومن يقول أنه هو مضطر أو ما إلى ذلك، على كل حال قاعدة الشرعية الضرورة تبيح المحظورات، ولكن دي قاعدة الناس بتستخدمها استخدام خطأ. دي مسألة بمعنى أن الإنسان خلاص سيموت، سيشرف هذه الضرورة، يشرف على الهلاك إن لم يأتي بهذا المحرم. الربا حرام، ربنا سبحانه وتعالى توعد آكليه أو أعلن الحرب على آكليه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن منا، من من القوى البشرية كلها ولو استمعت أن تقف أمام رب البرية الذي يقول للشيء كن فيكون؟ بعض الناس يستسهل ذلك، بعض الناس يرى بأن هذا يعني أمر يعني سهل وميسور. هنا أذكر يعني كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني لما قال إنكم تأتون أفعالا كنا نعدها على عهد وصم من الكبائر، يعني الناس أصبحوا لا يبالون اليوم مثل هذه المحرمات. صور بعض السلف هذه الحالة عند الإنسان يعني يرتكب الكبيرة وكأنه ذباب جاء على أنفه ففعل له بيده كذا وكأن شيئا لم يكن. ده ارتكاب مثل هذه المعصية أو معاصي غيرها أو أقل منها تدفع العبد إلى أن يتوب ويؤوب ويرجع ويبكي ويتوسل لكي يقبله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والعبد قد تزل قدمه ولكن يكون رجاع تواب أواب إلى الله تبارك وتعالى. شاهد نترك هذه المحرمات، بارك الله فيكم جميعا. بتسأل أيضا بتقول هل كل صحيح كل خميس وجمعة بتنزل الروح للميت، وهل إذا صعدت الروح لا ترجع إلى الجسد؟ الحقيقة هذه كلها من يعني أوهام بعض الناس، إن الروح بتأتي كل خميس وجمعة. ولذلك إحنا ربما نجد بعض الناس في القرى والأمصار يزورون المقابر يوم الخميس وصباح الجمعة بالذات، وربما أتوا برجل لكي يقرأ قرآنا على قبر هذا الميت. كل هذا لا أصل له في السنة، ودي مسائل غيبية نحن لا نعلمها. إحنا بنتلقى الوحي من الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ما لم يكن
له أصل في الكتاب والسنة فليس بدين. مثل هذه الكلمات التي تقال وليس عليها أدلة، والله الروح بتنزل يوم الخميس ولا يوم الجمعة، ولا الميت إذا ذهبنا كلمناه وحسبينا، هذه كلها أمور لا يعني ليست عليها أدلة، فنحن لا شك يجب علينا أن نتركها لله تبارك وتعالى. الروح إذا صعدت إلى يعني خرجت من الجسد كما في حديث البراء بن عازب وقد أشرت إليه آنفا، صعدت إلى السماء. روح المؤمن بتلف في كفن فيه طيب وحانوط فيه طيب، وتصعد إلى باريها لها ريح جميلة كما ورد في الحديث، بخلاف روح الكافر. الحقيقة روح المؤمن تصعد إلى السماء ثم تعود إلى الجسد عند السؤال، ومستقر الأرواح عند أهل العلم، وده كلام مقرر في كتب علماء الاعتقاد، أن أرواح المؤمنين في أعلى عليين وأرواح الكافرين في أسفل سافلين. أرواح المؤمنين في أعلى عليين وأرواح الكافرين في أسفل سافلين، ولا ترد هذه الروح للجسد إلا إذا شاء الله عز وجل أن يقوم الناس لرب العالمين. وهذا شيء معروف ومتفق عليه عند المسلمين، مجمع عليه، إن ترد الروح إلى الأجساد ليقوم الناس من قبورهم للحشر والحساب والجزاء والسؤال، ويعني المرور على الصراط وغير ذلك. أما ما عدا ذلك من إرجاع الروح إلى الجسد للسؤال وإرجاع الروح للجسد عند القيام لرب العالمين، فليست هناك أدلة على إن الروح بترجع إلى الجسد. ولكن أود أن ألفت النظر إلى أمر مهم، وهي أن نعيم القبر وعذابه يقع على الروح والجسد معا، وإن فيه علاقة بين الروح وبين الجسد، وهذه مسائل غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا بأن في عذاب، والعذاب يشمل الروح والإيه والجسد جميعا، ونحن نؤمن بذلك ونصدق به لورود الخبر الصحيح في القرآن الكريم والسنة النبوية في ذلك. أخونا ياسر من قنا بيسأل عن قراءة القرآن للميت. الحقيقة قبل قليل كنت أقول بأن ديننا نأخذه من الكتاب والسنة، واللي علمنا الكتاب وأتانا بالسنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أسأل الدنيا كلها الآن من المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يوافقونني على ذلك، هل دفن بعضا من أصحابه؟ دفن بعضا من زوجاته وهو حي أو لم يفعل عليه الصلاة والسلام؟ فعل، دفن بعضا من زوجاته، دفن بعضا من أقاربه، دفن كثيرا من أصحابه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل جلس عند القبر وقرأ عليهم؟ هل جمع مجموعة ووزع عليهم المصاحف، ولا قال لكل مجموعة تعالك تقرأ النساء وهذا المائدة وهذا البقرة وآل عمران وغير ذلك؟ هل جلس حتى في المسجد ومعه حوله مجموعة وجلسوا يقرؤون القرآن والناس تستمع؟ كل هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء للميت مطلوب، صدق عن الميت إن استطاع الإنسان تصل إليه إن شاء الله تعالى، العمرة والحج عن الميت أيضا كذلك. أما ما عدا هذا فليست هناك أدلة. صحيح بعض أهل العلم من السلف قالوا بأن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت، ولكن الراجح على غير ذلك، لعدم ورود النص بهذا، ولعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولعدم فعل أحد من أصحابه فيما نعلم شيئا من هذا. أما نعمل إيه؟ الدعاء. ده النبي عليه الصلاة والسلام وهو على القبر قال لأصحابه بعد ما دفنوا ميتهم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كانت الوصية دائما بالدعاء، ونفس صلاة الجنازة ما هي دعاء للميت، والصدقة على الميت كما ذكرت والحج والعمرة، هذا هو الثابت في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا فيصل من الجزائر داخل سؤال معنا يسأل: عورة الرجل أثناء الصلاة، يحرم على الرجل أن يظهر شيئا مما هو فوق ركبته أو دون سرته في الصلاة، بل يجب وجوبا أن يستر من السرة إلى الركبة. ولكن إلا أود أن أضيفه في هذه المسألة بعد ذكر ذلك، أنك يا عبد الله عندما تقف بين يدي الله عليك أن تقف بأفضل ثيابك. إحنا ما بندورش بقى دلوقتي فقط، أو أنا لن أجيب على السؤال إيه هي العورة فحسب، لا، ده أنت أيضا يقف يعني تلبس أفضل الثياب، ولا تترك حتى شيئا أو إحدى عاتقك
كاشف ظاهر هذه الأكتاف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني الإنسان ما يصليش وهذه الأكتاف مكشوفة، هذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت الصلاة جائزة إذا غطى المصلي ما بين سرته إلى ركبته. والعلماء يقولون في قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا يعني عند كل صلاة، وده المقصود. طالما يلزم من اتخاذ الزينة عند كل مسجد أنه عند كل صلاة، أنك رايح المسجد للصلاة، فليقف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى على أفضل زينة، لأنه بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، بهذه الكلمات انتهى وقت البرنامج معكم في هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا، وأن يتقبل منا صالح الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمتنا سبحانه وراض عنا، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.